بسم الله الرحمن الرحيم، موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. استعاد رجال قبائل حجورة السيطرة على مناطق استراتيجية بمحافظة حجة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي. وأوضح قيادي ميداني لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن قبائل حجور في مديرية كشر شنت أولى هجماتها وسيطرت على جبل المنصورة ومنطقة قرعة التي كانت تتمركز فيها الميليشيا الحوثية وتقوم من خلالها بقصف المدنيين في منطقة العبيسة. دارت معارك عنيفة فجر اليوم بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي شرقي وجنوبي مدينة الحديدة. وأفاد مصدر عسكري أن المعارك تجددت إثر هجوم شنه الحوثيون على مواقع قوات الجيش في خرق جديد لوقف إطلاق النار. وتركز القتال في حي 7 يوليو وشارع 50، وهي مناطق تماس بين الطرفين. وقال المصدر إن التحالف العربي قصف بصواريخ موجهة مخزني أسلحة للحوثيين في سوق الحلقة جنوب شرقي المدينة، ما أدى إلى انفجارات عنيفة في المنطقة. هذا وواصلت ميليشيا الحوثي قصفها العشوائي للأحياء السكنية في عدة مناطق بمحافظة الحديدة. واستهدفت الميليشيا بقذائف مدفعية مدينة التحيتة جنوبي المحافظة، متسببة في تدمير وإلحاق أضرار كبيرة بمنازل المواطنين. في السياق ذاته استشهدت امرأة وأصيب طفلها بجروح خطيرة بانفجار أحد الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في منطقة المسناء القريبة من صوامع الغلال في مدينة الحديدة. وأدى الانفجار إلى استشهاد المواطنة فاطمة ميهم موسى وإصابة طفليها خولة حبش درويش البالغة من العمر 14 عاما وداود حبش درويش البالغ من العمر 8 سنوات. ويأتي ذلك بعد يوم من إصابة فتاة تدعى كريمة أبكر عايش تبلغ من العمر 10 سنوات نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات الحوثية. وانفجر اللغم بكريمة أبكر أثناء جلبها للمياه على متن عربة يدوية يجرها حمار في حي المسناء بمدينة الحديدة. قالت رابطة أمهات المختطفين إلى المسلحين الحوثيين بصنعاء خطفوا يوم الاثنين الماضي الناشطة أوفا النعامي وزميلها الحسن القوطاري اللذين يعملان في منظمة سيفر لولد الدولية. وذكرت الرابطة في بيان أن الحوثيين اقتادوهما إلى منطقة مجهولة، وأشارت إلى أن الانتهاكات والاختطافات المتكررة بحق النساء والناشطات جرت في العاصمة صنعاء دون أي ردع إنساني أو أخلاقي أو قانوني. وأضافت أن ظاهرة اختطاف النساء تعد سابقة خطيرة في المجتمع اليمني، وطالبت بإيقاف الانتهاكات بحق النساء مشددة على وقوف الأمم المتحدة أمام هذه الانتهاكات والعمل على إطلاق سراحهن دون قيد أو شرط. دعا رئيس مجلس الأمن الدولي المندوب الدائم لغينيا الاستوائية الأطراف اليمنية إلى احترام اتفاق ستوكهولم. وفي تصريحات له خلال مؤتمر صحفي أعرب السفير نودنوك مومبا عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية الحالية في اليمن، مشددا على ضرورة تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم، خاصة البند المتعلقة بتبادل الأسرى. هذا وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية موافقة الأردن على طلب مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لعقد اجتماع في عمان بين ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين. نهاية الموجز، في أمان الله.